أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في صحيفة المدى مقترح لدمج الانتخابات البرلمانية والمحلية من دون تحديد موعدها. وفي الزمان ديالا ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات. وفي الاندبندنت ترامب أهان ذاكرة ضحايا العراق بالعفو عن بلاك ووتر. وفي واشنطن بوست ضغوط شديدة حد التخوين من ترامب وأنصاره على نائبه لعرقلة إعلان فوز بايدن. وفي الخليج إسبانيا تسجل أولى الإصابات المؤكدة بسلالة كورونا المتحورة. وفي ليبراسيون الفرنسية مصير أثيوبيا أصبح مجهولا، إلى متى يمكن لأبي أحمد إخماد الحرائق المتزايدة؟ أخيرا في الشرق الأوسط الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي. تعاني الدولة العراقية من آفة الفساد المالي الذي نخر الموازنات الخيالية والذخائر الاستراتيجية، وهي اليوم قاب قوسين أو أدنى من مرحلة الإفلاس. ونتيجة لذلك عجزت حكومة بغداد منذ 3 أشهر عن سداد رواتب الموظفين، واضطرت للاقتراض الخارجي والداخلي لتأمينها مع وصول مديونات العراق الخارجية والداخلية إلى 160 مليار دولار. مقال للكاتب جاسم الشمري. وفي ظل هذه الأزمة المركبة تحاول حكومة مصطفى الكاظمي معالجة الأمور بأساليب غريبة وغير علمية، وربما ستزيد من الخراب الاقتصادي المتفشي في عموم البلاد. ومن هذه الأساليب الغريبة ما أعلنه وزير المالية علي علاوي في 19 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليصل إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بحجة أنه يسمح للعراق بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر أكثر تنافسية. ولم تتوقف الإصلاحات الحكومية عند هذا الحد، بل ذهبت إلى فرض ضرائب واستقطاعات على الموظفين. وقد قررت الحكومة في اجتماع الأربعاء الماضي خصم 40% من رواتب الرئاسات الثلاث و30% من رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة و8% من الموظفين الذين يزيد رواتبهم عن 500 ألف. الخطوات الحكومية فتحت الباب على مصراعيه لموجة غضب شعبي في عموم العراق، وبالذات مع قناعة غالبية المواطنين بأن الخلل في إدارة البلاد أوصل الأمور لمراحل الانهيار الخطيرة الحالية. تواصل الغضب الشعبي دفع أكثر من 150 نائباً لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تداعيات خفض قيمة الدينار، وأن تعقد الجلسة بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري. والطامة الكبرى أن الجلسة لم يحضرها سوى 15 نائباً فقط، وحتى الذين وقعوا على الطلب غابوا عن جلسة الثلاثاء الماضي الاستثنائية. طالبت إحدى الحكومات السابقة قبل أعوام وعلى لسان وزير كهربائها بإطفاء الجيزر في فصل الصيف، وباعتقاد الوزير التكنوقراط حينها أن سبب أزمة الكهرباء هو تشغيل الجيزر في الصيف. ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لإعادة هيبة الدولة وفعلتها بإطفاء الكهرباء في الشتاء، وأصبح الجيزر سلعة عديمة الاستخدام في البيت. حول الكهرباء والفساد في العراق كتب واثق الجابري في صحيفة الزمان. يبدو أن الوزير الحالي التكنوقراط لا يختلف عن سابقيه، ومعظم الوزراء يعزون التلكؤ بسبب التراكمات والفساد، ويبني عليها ويفتح للفساد أبوابا غير تلك التي لا يستطيع إغلاقها. وذاك الوزير الذي تحدث عن الجيزر كأنه يتصور العراق قارة قطبية ولا يعرف حرارة الصيف اللاهبة التي تقارب الغليان، وفيها يبحث المواطن عن ماء حتى لو كان دافئا للاستحمام،
في بلد يعتمد معظم سكانه على خزانات الماء في الشمس الحارقة لعدم استقرار المياه وانقطاعها في كثير من المناطق صيف شتاء. إلزمت الحكومة هذه المرة مواطنيها بالترشيد الإجباري في الشتاء، وكي لا يستهلك الجيزر والهيتر للطاقة في الشتاء فتصرفت، ولكن وكما نرى فالمواطن لا يلتزم وهو يشغل الجيزر حتى في الصيف، وربما يأتي وزير ويطلب إطفاء الهيتر في الصيف أيضا. يضاف إلى توقعات وزارة الكهرباء أن هناك هدرا كبيرا في الطاقة من أجهزة التكييف في بيوت الميسورين والمسؤولين، ولا أحد يستطيع الجباية منهم، فقطعت الكهرباء تحت شعار عليهم وعلى أعدائي. للإجابة على مشكلة الكهرباء فمن الواضح أنها سياسية، وهذا ما قاله الساسة. ووزارة الكهرباء لا تعمل بالتمويل الذاتي حتى يقال إن الجباية هي جزء من الحل، رغم أنها ستكون نافعة للموازنة العامة على أن تطبق على جميع شرائح المجتمع وتتضاعف الأجور في المنازل والأماكن الأكثر استهلاكاً مع دعم استهلاك المواطن البسيط. ويبدو أن وزارة الكهرباء ردت الصاع صاعين للمواطن عقوبة على تشغيل الجيزر في الصيف وجعلته تحت مطرقة أصحاب المولدات. يقول الكاتب يحيى الكبيسي في مقال نشرته صحيفة القدس العربية: لم يخبرنا أحد لماذا انتهك رئيس مجلس الوزراء نصا قانونيا صريحا ورد في قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي رقم 63 لسنة 2007، الذي نص على أن يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصرافية أو المالية أو الاقتصادية. بيان البنك المركزي الذي قرر فيه تخفيض سعر صرف الدينار العراقي، لا نجد في هذا البيان أي إشارة إلى وزارة المالية، بل سنجد مجلس إدارة البنك المركزي يقدم نقدا لاذعا لما سماه التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي أفقرت المالية العامة وقيدت قدرة الإصلاح، وإلى تغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية، والأهم تغليبها على قواعد العلاقة بين السياستين المالية والنقدية، ليقرر في النهاية تعديل سعر صرف العملة الأجنبية لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين من جهة، وحرصا على تفادي استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك. كما يخبرنا البيان أن سعر صرف الدينار العراقي السابق أصبح يشكل عائقاً كبيراً لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي. وفي سياق هذا العبث لم يخبرنا أحد ما الذي تغير خلال هذه الأشهر الثلاثة بين تقرير محافظ البنك المركزي العراقي السابق وبيان مجلس إدارة البنك نفسه الذي كان قائماً في ظل المحافظ السابق، ليتغير تقييم البنك للإنتاج المحلي وقدرته المفترضة على التنافس والتي عاقها سعر الصرف بحسب المجلس. لم يسأل أحد عن العلاقة بين عجز الموازنة واستنزاف الاحتياطي النقدي للبنك، خاصة إذا علمنا أن قانون البنك المركزي لا يتيح له إقراض الحكومة من الأصل. ولم يشرح لنا أحد كذلك ما الذي سيترتب على هذا التخفيض من تبعات تتعلق بالفئات الهشة اقتصادياً جراء التضخم الحتمي. تمتلك الدولة قدرات معينة تمارس من خلالها الدور الوظيفي المتعالي على جميع التناقضات الاجتماعية عبر مؤسساتها الرسمية، فإن ضعف أو انعدام تلك القدرات في الدولة سوف يجعلها عرضة للاختلالات أو لاختلالات عدة تؤدي في النهاية إلى حالة عدم استقرار بشكل عام، فضلاً عن أن حالة الضعف تلك تعد مؤشراً على عدم فعالية مؤسسات النظام السياسي، وبالتالي فلا تستحق أن تستمر في إدارة الدولة لكونها مؤسسات فاقدة الأهلية السياسية والقانونية في تنظيم المجتمع، كما هو الحال في العراق بحسب الكاتب أمير الشبلي في مقال في صحيفة المدى.
انتشار الفساد المالي والإداري والسياسي والإثراء على حساب المال العام والخدمة العامة والتضخيم المالي للمشاريع وهيمنة اقتصاديات الأحزاب والقوى السياسية على إدارة مشاريع الوزارات وعدم القدرة على محاسبة الفاسدين وانتشار السلاح والفصائل المسلحة بمسميات عدة وهيمنة الأحزاب على سوق العملة والمنافذ الحدودية وانتشار الاتجار بالمخدرات وغيرها، وجميع تلك المظاهر تدل على أن هذه المؤسسات فاقدة للقدرة لضبط الجماعات الثانوية والأفراد. وفي قبال ذلك نلحظ أن الأحزاب والقوى السياسية التي حكمت بعد العام 2003 تمارس أدواراً وتمتلك قدرات لم تستطع الدولة تحقيقها، إذ استطاعت الأحزاب أن تنوع نشاطاتها الاقتصادية من خلال إقامتها مشاريع صناعية وتربوية وصحية واستثمارات داخلية وخارجية تعد أكثر كفاءة من مشاريع الدولة، وفرضت سطوتها على المجتمع من خلال انتزاعها لوسائل الإرغام والإكراه والتأثير والتي تعد اختصاصا حصريا للدولة، وكافحت الفساد في مؤسساتها وشرعت قوانين تخدم مصالحها وأسست علاقات دولية أكثر من الدولة نفسها، وبذلك نجحت هي وأفسدت النظام وأضعفت الدولة. أما القدرة التوزيعية التي تتعلق بقدرة النظام السياسي على توزيع السلطة والثروة والخدمات والتخصيصات والمنافع على الأفراد والجماعات بما ينسجم مع معايير العدالة التوزيعية، إذ نلاحظ أن النظام السياسي العراقي يعاني من ضعف أو سوء في التوزيع. قالت صحيفة إندبندنت إن العفو عن حرس بلاك ووتر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرم القتل المدنيين العراقيين من العدالة. قالت الصحيفة في تقرير لها إن عملية القتل كانت وحشية وبدون مبرر التي راح فيها 14 مدنيا على يد المتعهدين الأمريكيين من شركة بلاك ووتر، كان فيها القتل مشهدا عاما. ما حدث لا يزال صادما، ونظر إليه على أنه أدنى مرحلة وصلت إليها شركات التعهدات الأمنية التي كانت محصنة على ما يبدو من الملاحقة والاتهامات على أعمال عنف ترتكبها. وقرر دونالد ترامب العفو عن المتعهدين الأربعة الذين أدينوا بالجريمة عام 2014، وأدين واحد منهم بجريمة القتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أما الباقون فبجريمة القتل غير العمد وصدر على واحد حكم بالسجن 30 عاماً. وجاء العفو على بلاك ووتر إلى جانب عفوه عن جورج بابادبولس المسؤول السابق في حملته الانتخابية، وأليكس فان دير زون صهر الملياردير الروسي جيرمين خان، اللذين كذبا أمام لجنة التحقيق بالتدخل الروسي. لكن ترامب عفى عن متعاقدين وجنود قتلوا مدنيين في محاور الحرب، كما فعل في تشرين 2 نوفمبر العام الماضي، حيث أصدر عفواً عن قائد أمريكي أصدر أمراً بقتل ما اشتبه بأنه صانع قنابل، وجنرال سابق متهم بقتل 3 مدنيين أفغان بعدما أمر جنوده بإطلاق النار عليهم. ولا يمكن فهم تعاطف ترامب مع هؤلاء بأنه يشترك معهم في تجربة الحرب، فالرئيس المنتهي ولايته هرب من التجنيد لحرب فيتنام ووصف قتل الجيش الأمريكي في تلك الحرب بالخاسرين. أما مؤسس بلاك ووتر ورئيسها السابق ريك برينس فهو شقيق وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، فلا يوجد ما يشير لممارستها الضغوط للعفو عن قتلة ساحة النسور بحسب الصحيفة. أكدت صحيفة واشنطن بوست أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يتعرض لضغوط شديدة من قبل الرئيس دونالد ترامب ومن بعض السياسيين الجمهوريين والمؤيدين المتشددين لترامب لعرقلة إجراءات إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. ترامب أدرك مؤخرا فقط أن بنس يمكنه أن يلعب دورا بارزا في ذلك اليوم، وكان يسأل شركائه بمن فيهم بنس ما الذي يمكن فعله لعرقلة فوز بايدن. وكان ترامب قد غضب بعد أن بثت مجموعة تسمى مشروع لينكولن مؤخرا إعلانا يشير إلى تخلي بنس عن الرئيس،
وقال مستشارون إن نائب الرئيس سعى إلى تجنب الظهور بمظهر الانفصال عن الرئيس، بينما كان يحاول تجنب تكرار بعض أكثر خطابات ترامب عدوانية، ومع ذلك ظل على مدار أسابيع بالقرب من مركز الجهود الفوضوية اليائسة لإبقاء ترامب في منصبه. في أقل من أسبوعين سيكون على بنس إعلان انتهاء القتال وخسارة ترامب، إذ ستتخذ الجلسة المشتركة للكونغرس في 6 يناير كانون الثاني الخطوة الأخيرة في إضفاء الطابع الرسمي على فوز بايدن، وسيترأس بنس هذه الجلسة. ترامب يريد الدراما وعدم التراجع عن مخططه، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب غاضب من الجميع وليس بنس فقط، لأنه يريد من فريقه بالكامل أن يقاتل. أشار التقرير إلى أن الخطر الذي يواجهه بنس ربما يكمن في أن لقطات إعلانه بايدن الفائز قد تضر بآفاقه السياسية داخل الحزب الجمهوري، خاصة إذا سعى بنس للرئاسة في عام 2024. أصبح صبي أوغندي في 7 من عمره مثار إعجاب في بلده بفضل ما أبداه من معرفة مبكرة بالطائرات ومهارته الناشئة في الطيران. أجرى التلفزيون المحلي مقابلة مع الصبي ويدعى جراهام شيما، وتناقلت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي اسمه مسبوقا بلقب كابتن، ودعاه السفير ووزير النقل الألمانيان للاجتماع معه. وحلق التلميذ العاشق للرياضيات والعلوم 3 مرات كمتدرب على متن طائرة من طراز سيسنا 172. يقول جراهام إنه يريد أن يصبح طيارا ورائد فضاء وأن يسافر في يوم ما إلى المريخ. وحلق الصبي 3 مرات كمساعد طيار بين كانون الثاني وآثار قبل أن تمنعه جائحة كورونا عن مواصلة شغفه. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. إذن مشاهدينا بهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.